يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. هاد الوقت وقت الحط والخدمة ديال الأرض لتوجد هالعدة فلاحات وزراعات، بحال زراعة الحبوب ولا الشمندر ولا الفوراج ولا بعض النواع ديال القطنية. والأكثرية ديال الإخوان الفلاحة مشغول لهم بالهم بزاف مع هاد المسائل ديال الخدمة ديال الأرض، لسيما الناس اللي تيبغيو يحطوا بلادهم بكري، وحتى الناس اللي ما عليهم بزرع ولا بفارينة ولا شعير وما عليهم لا بشمندر ولا بفوراج، وعندهم شجر ديال الفواكه بحال التفاح وبوعويد ولا اللوز ولا الزيتون ولا شجر الحواميد، لازم ما تحتاجوا في وقت من الوقات لواحد الحاجة مخدمينها الناس اللي تيحاتوا كلهم دابا، يا ديالهم يا مسلفينها ولا كارينها. بلا شك انكم حليتوا معايا اللغز ديال التراكتور. ايه، التراكتور هو الحاجة اللي يمكن ما كاينش شي فلاح اللي ما تيحتاجلوش شي وقت من الوقات، والتراكتور ولا رمز من الرموز ديال الفلاحة العصرية. وهذا علاش اختارينا في هذا الوقت بالضبط، باش نعاودوا نرجعوا نتكلموا على التراكتور في الفيرما العصريه قبل ومن بعد ما يتشرى. واول سؤال غادي نجاوبوا عليه غدا ان شاء الله بحال هذا الوقت هو لاش بعدا خاص هذا التراكتور. ملاحظه اليوم. اليوم فتحنا موضوعنا ديال هاد السيمانه في هاد النص الاول من ميتنا، واللي هو موضوع التراكتورات والاختيار ديالهم والمسائل اللي خاص الانسان يرد لها البال، لا وقت شراهم ولا وقت الخدمه بهم ولا حتى وقت العنايه بهم حيت يكونوا واقفين. ولكن قبل من كل شيء، واش كلنا تنعرفوا الاهميه ديال هاد التراكتور بالنسبه للفلاحه العصريه؟ فراه المؤسسات الدوليه مثلا حتى يبغيو يقيسوا ويصنفوا شحال واصل التقدم ديال شي بلاد من جمله ما تيشوفوه فيها، هو اولا العدد ديال التراكتورات بالنسبه للمساحه اللي تتفلح فيها. واش تراكتور المية ولا الميتين ولا الخمسمية ولا غير الثلاثين كتار في المعدل ديال البلاد؟ لانهم تعرفوا ان بلاد الدخول ديال التراكتور والخدمه المعقوله اللي تيديرها في الارض راه مازال ما يمكنش تكون شي فلاحه نحسبوا عليها. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.